طبعا الفكره اللي في دماغ الناس عن الاسنان فكره واقعيه جدا، طالما الاسنان جيده وقويه الصحه اكيد في حاله متميزه وحاله جيده، والعكس لو الاسنان ضعيفه دلاله على ان الجسد كله ضعيف. الاسنان الضعيفه، الاسنان الهشه، دلاله على ان العظام ليست بحاله جيده، الجهاز الهضمي لن يكون جيدا. ولذلك الاعتناء باسنانك اعتناء بجسمك كله. حقيقه هذا المضمون سياتي اكيد في حلقتنا اليوم مع ضيفي العزيز الاستاذ دكتور كريم مكادي. اهلا بك يا دكتور كريم. اهلا بك يا دكتور ايمن. ايه رايك في المشهد الكلاسيكي ده؟ انا موافق جدا على الكلام ده طبعا يا دكتور ايمن. خلي بالك يا دكتور ايمن، الاهتمام بالاسنان بيدينا فكره عامه بالاهتمام بالصحه. يعني اللي بيهتم باسنانه معنى كده ان هو بيهتم باكله، بيهتم بقلبه، بيهتم بكل حاجه في جوانب صحته. والفم هو المدخل الاساسي لجسم البني ادم. يعني انا عندي اسنان كويسه يبقى انا باكل كويس، ما عنديش اي مشاكل في الجسم. انا عندي اسنان مش كويسه معنى كده ان انا عندي في هايجين مش كويس، يعني في بكتيريا في البق اللي هي بتنزل في الجسم وفي الدم بعد كده. معنى كده ان انا باكل بطريقه مش مظبوطه بتنزل في البطن تعمل لنا مشاكل في الهضم. معنى كده ان انا البنيان الجسم كله اتهد لو الاسنان مش مظبوطه. فانا موافق جدا طبعا على الكلام ده، ولازم كان الاختبار ده يكمل لحد دلوقتي طبعا. لا هو على فكره ماشي في يعني في البلاد الارياف، في البلاد الريفيه والقرى بيعملوا الحركه دي. طبعا بيعملوها بس بيعملوها بحرفنه يعني، لكن هي بتتاخد وبتتعمل والحقيقه مؤثره وصحيحه، وساعات بتبقى النتيجه عكسيه، تيجي البنت تكسر الحاجه سنتها تتكسر، جوازه تبوظ. مش جوازه بس. جاهز للابيض والاسود والرمادي؟ يلا بينا. ده في افلام وفي فوازير، ده قصص كتير. لا لا لا، في موال جامد. تعالوا نشوف الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ الانسان بيمشي في حياته رحله، عايز اقول لك انها رحله اشبه بتحدي الزمن والمحاوله للحفاظ على ان اسناننا تبقى كويسه، لكن الزمن قاسي طبعا. الزمن يسوس سنانك، الزمن يكسر سنانك، الزمن يصغر حجم السن، الزمن يفقد السنان. في النهايه المحصله انه الانسان لما يمر عليه وقت يدخل في الخمسينات والستينات يلاقي الزمن نال من اسنانه بطريقه واضحه. الكلام ده ابيض ولا اسود؟ والله هو يعني خلينا نعتبره الماضي. لان لو الانسان بيهتم باسنانه جيدا، لو هو مواظب على زياره الطبيب، هو هيقدر يحافظ على اسنانه مدى الحياه. ولو خسر سنانه في فتره من الفترات نتيجه مرض هو مش بايديه، طبعا احنا ضغوط الحياه كتير جدا، فالسكر والضغط بقى الامراض بتاعت الشعب المصري كلها. ولو هو ما كانش عارف لفتره فبقى uncontrolled، يعني بقى يوصل لارقام كبيره، هيبدا يخسر سنانه. بس خلينا نقول ان التكنولوجيا والمهاره والتكنيكس الحديثه خلت ان البني ادم يقدر يعيش بسنانه المدى لحد اخر عمره. يعني مثلا احنا زي ما احنا شايفين هنا الراجل ده جه بالصحراء اللي احنا شايفينها فوق على الشمال دي، خلينا اسميها صحراء، وده يعني مع كامل الاحترام، ان هو ما عندوش سنان، هو مش قادر يتعايش، هو مش قادر ياكل، مش قادر يتكلم، مش قادر يعيش سنه. احنا طبعا تدخلنا هنا اهو، بعد ما عملنا الاشعاعات بتاعتنا بدانا نزرع له الاسنان بتاعته. بعد ما زرعنا العظم اللي هنزرع جواه الاسنان بتاعته، زي ما احنا شايفين الصوره اللي تحت على اليمين دي الزرعات بعد ما اتحطت. بعد ما الزرعات دي اتحطت قدرنا نحمل عليها الاسنان وخرج بالمنظر زي ما احنا شايفين فوق على اليمين، المتميز الكلاسيكي طبعا، الطبيعي الناتشرال، كل حاجه حلوه. وده خلي بالك احنا هنا، احنا التكنولوجيا والعلم والتكنيكس الحديثه خلت ما فيش حاجه اسمها عمر في القصه دي ولا حاجه اسمها امراض. يعني احنا الراجل اللي فات كان عنده سكر وكان في فتره من فترات ان كنترول، هو اللي خلاه يوصل للمنطقه دي، وقدرنا ان هو دلوقتي بعد ما ظبط سكره ان هو يعيش حياته الطبيعيه. برضو زي ما احنا شايفين البق فاضي خالص، مفيش اي اسنان، وده برضو كان نتيجه سكر وعدم اهتمام بالاسنان والكلام ده كله، وقدرنا ان احنا نزرع له ونوصل للمنظر اللي احنا شايفينه تحت. ده صوره الزرعات اللي فوق دي، ده الجسم بتاع الزرعيه اللي هو بيبقى جوه الفم، ده بنسميها الاباطمنت، ده اللي بيتحمل عليه التركيبه بعد كده.
نقدر نقول انه العلم نال مما نال منه الزمن. طبعا استطاع ان يسيطر على افعال الزمن بشكل كبير جدا. زي ما احنا قلنا اي بني ادم من حقه انه يقعد باسنانه طول حياته. برضه البي ار اف دلوقتي مهم في الزراعه. طبعا ده مهم جدا للعظم اللي احنا بنحطه على الزراعيه في حاله ان احنا مفيش عندنا عظم. عظيم. هروح للافلام بقى، تعالى بقى اشوف بقى اوريك الافلام بقى الجميله بقى. طيب مين اللي تقول عليه حريف في عالم الزراعه؟ مين اللي اقول عليه حريف في عالم الزراعه؟ الدكتور اللي هو بيجي له المريض بعد ما يعمل الاشعه المقطعيه بيلاقي الجيب الانفي بتاعه كبر وبيلاقي العظم اللي تحتيه صغير جدا، فبيقدر يرفع الجيب الانفي ويحط زراعته في امان وسلام ومفيش اي مشاكل دون وضع في الاعتبار اي مشاكل مقابلاه. عظيم. مين اللي تقول انه عمل ارتكب الجريمه الكامله؟ الجريمه الكامله دي لسه كانت عندي الاسبوع ده. جالي مريض سنانه كانت، هو بيوريني صور قبل ما يشتغل، سنانه كانت مرصوصه وجميله جدا. يعني كل التجميل اللي فيها محتاج يا اما يعمل شويه تبييض او يركب فينيرز اللي هي العدسات الخزفيه عليها وخلاص خلصت القصه. جه الدكتور قام جاي طخ 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 حضر السنان كلها وبدا يعمل عليها تركيبات ثابته. المشكله مش كده بس، ان هو عمل علاج عصب تحت الاسنان دي كلها، يعني هو اقنع المريض ان هو يعمل له علاج عصب في اسنانه كلها ويركب له عليها تركيبات. الدكتور ده اساسا مش دكتور علاج جذور. فالنتيجه كانت ان علاج العصب مش معمول مظبوط. فالنتيجه كانت ايه؟ المريض جاي لي وشه قد كده اهو. فطبعا دي جريمه كامله من كل النواحي. ملتهب. ايوه طبعا. دي كده عامله زي ما يكون واحد عنده بيت حلو خالص، بيت حلو خالص وحش اقترح عليه، لا ده حد اقترح عليه قال له لا لا ده بيتك ده وحش نهده لبنيه تاني مثلا. حلو كلام. راح هدده له ومش بناه له بقى، ده عمل له كارثه. طب يعني مفيش بنى اساسا. يعني لا اساس ولا بتاع، عملوا له كده راح واقع. هو بوظ السنان كستراكشر من بره وكشال العصب والاوعيه الدمويه اللي بتغذي السنه، فالسنه خلاص. وغير كده عمل انفكشن تحت السنه، فاحنا مطالبين دلوقتي ان احنا نعالج الانفكشن ونعالج علاج العصب البايظ وبعد كده نشوف هنعمل ايه من بره. هنا يعني ده الفيلم الجريمه الكامله، بس شارك المريض فيها لانه وافق. طبعا انا موافق. طبعا طبعا في ان انا اعمل حاجه بيرفكت قوي. طب انت بيرفكت؟ لا ده قوي، انا عايز القوي قوي. ما انت مش عارف ايه هو القوي قوي ده. هو احنا هنا هنقول عليه ان هو مشارك في الجريمه بس بنسبه قليله، ان هو مش فاهم برضه. المريض ده مريضه ولا مريض؟ مريضه. مريضه. طيب عليا. انا عارف انها كانت مريضه. المشكله برضه عارف ليه يا دكتور ايمن؟ ان الدكتور اللي عمل علاج عصب للاسنان دي كلها، طبعا ده حاجه اجريسيف جدا ودي جريمه يعني كبيره جدا، هو عمل كده ليه؟ هو عمل كده عشان لما يجي يعمل تركيبه مش مظبوطه، لما يجي يركب حاجه مش مظبوطه بتسرب حاجه، المريض ما يقولوش الساعة والسخن بيوجعني. لان معنى كلمه الساعة والسخن بيوجعني ان التركيبه مش مقفوله، ومعنى كلمه التركيبه مش مقفوله معنى كده ان هيخش جوه بواقي اكل وبواقي عصاير وشرب والكلام ده كله، هتسوس السنه اللي تحتيها وتبوظها. لا دي مش جريمه كامله، ده خطه. دي جريمه نازيه. يعني دي كارثيه. طب لا بوريه، عرفني مين ده بعد الهوا عشان بعد الهوا هروح له. هروح له يعني هروح، انا اكيد ما اعرفوش بس هروح له هجيبه. يعني خلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ طيب يعني في هنا كذا كذا متهم وكلام فظيع. يعني من يروج انه التركيبه افضل من الزراعه؟ مش موافق خالص. ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ خلينا نقول يعني ان هو متهم، لان في بعض الاحيان الصغيره بنضطر ان احنا نعمل التركيبات. زي ايه مثلا؟ حد عنده uncontrolled diabetes، الراجل مش مظبط السكر بتاعه، مش هقدر احط له زرعيه لان هي هتفيل، لكن لو مظبط السكر طبعا هنقدر نحط له زرعيه، لان الزرعات دلوقتي بقى فيها تكنولوجيا عاليه جدا، زي معالجه السطح، زي المعالجه بالجاما ريز، ممكن يستخدم البلازما، كل ده هيساعد على ثبات الزرعيه. مثلا حد عنده مشاكل في الدم، حد حصل له راديو، حصل عمل علاج اشعاعي او علاج كيماوي، كل الحاجات دي احنا ما نقدرش نزرع معاها. فبنضطر نروح للتركيبات الثابته. بينما لو هو ما عندوش الكلام ده كله
هيبقى طبعا الدكتور جاني لان هو كان هيحط له زراعيه اللي هي هتحافظ على العظم بتاعه وهتحافظ على ثبات الاسنان حواليه، الدنيا كلها هتبقى كويسه. زي ما احنا شايفين هنا احنا عندنا السنتين الاماميتين او لا هنا الاربع الاسنان الاماميتين مش موجودين، فحطينا له الزرعتين اللي تحت دول في خلال تلت ساعه تقريبا، بعد كده حمل التركيبه دي في خلال الاسبوع نفسه فالدنيا وبيمشي زي الفل ومفيش اي مشاكل خالص. طيب دي زراعيه فوريه. زراعيه فوريه دي المريض يقدر لو احنا لسه خالعين دلوقتي حالا نقدر نخلع ونحط مكانها زراعيه في نفس الوقت ونركب السنه في نفس الوقت، المريض بيخرج بالسنه بتاعته، فده يخلينا نروح لحته مهمه جدا لو في حاجه لو في سنه هوبلس خالص. هل اخلعها وبعد كده افكر في الزراعه؟ لا، انا مع تفكير في خلعها لازم اكون بفكر ان انا هزرع الايميديت امبلانت دي. اذا سنذهب الى الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ لو كان عدد الاسنان المفقوده كبير تجميل التركيبه هتكون هي الحل في هذه الحاله او في حاله فقد اسنان كتير، دوام ولا شك ولا يقين؟ لا، هو يعني لو احنا ما فيش حاجه تمنع من الامراض اللي هي امراض الدم اللي هي انكنترول والكنترول دايابيتس او عنده هشاشه عاليه مثلا في العظم، لا يبقى الحل الامثل هي الزراعه طبعا، لان الزراعه هي اللي بتحافظ على العظم، بتحافظ على ثبات الاسنان اللي حواليها، بتحافظ على الرصه. بينما لو هو كان عنده مشكله من المشاكل دي بنبدا نتدخل بالتركيبات الثابته زي ما احنا شايفين في انهيار في الاسنان الموجوده فوق، ده ما حصلش فقد، لا ده هنا السنان اتكسرت، فبنبدا نبنيها مره ثانيه ونبدا نحمل عليها التركيبه الثابته تحت. طبعا ده بعد ما بنحضر مظبوط، بعد ما بناخد المقاسات دي كلها على الكمبيوتر وبنعمل الديزاين بتاعنا واللي بينقل بعد كده للسرك الجهاز اللي هو بيخرط السنان الموجوده تحت دي. البي ار بي دلوقتي تقنيه رائعه جدا لضمان نجاح عمليات الزراعه. انا موافق جدا. البي ار بي من اهم مميزاتها الجروس فاكتورز اللي فيها اللي هي عوامل النمو، عوامل النمو فيها وعوامل الهيلينج اللي هي الشفاء فيها. ده بيساعدنا على ايه؟ بيساعدنا على تحفيز العظم ان هو يبني، بيساعدنا على تحفيز الانسجه ان هي تبني. زي ما احنا شايفين هنا اهو في اللقطه اللي في الاشعه اللي فاتت، الزرعات بتاعتنا العظم حصل له نمو كامل ده في خلال 3 اسابيع، ودي نتائج مش موجوده، يعني ما كانتش موجوده قبل البي ار اف. حصل كومبليت هيلينج للعظم حوالين الزرعيه. فطبعا ما اقدرش استغنى عن البي ار بي والبي ار اف، البلازما عامه بالمستخرجات بتاعتها ما اقدرش استغنى عنها. عندي بقى فوازير مهمه قوي، فوازير. استنى بقى ملاقي لك فزورتين حلوين كده. عجبني اللعب ده. لا لا لا، ده الفوازير حلوه قوي. الفزوره الاوليه ماده. ماده. الماده دي يعني مشهوره جدا ومعروفه جدا، ناس كتير يمكن ما اقول له ماده كذا في الاسنان ما يقولش غيرها، يعني هي ماده واحده بس الناس عارفاها، كلاسيكيين وقديمه من زمان قوي. الماده دي ما اعرفش بقى دلوقتي انت تقول عليها ايه. انا قصدي على انهي ماده بقى؟ اول حرف. قصدك على التيتانيوم. ايوه التيتانيوم. ايوه. بتلاقي ايه بقى التيتانيوم؟ التيتانيوم هو الجسم بتاع الزراعيه. هو الجسم بتاع اي بروسيسز عامه. ليه؟ لان هو بيحفز العظم ان هو يبني عليه. هو ازاي اكتشفوا اساسا ان التيتانيوم ده هينجح في زراعه مثلا الركبه، مفصل، زراعه اسنان، الكلام ده كله؟ كانوا عايزين يشوفوا الدوره الدمويه بتاعت ارنب. فزرعوا كاميرا صغيره محطوطه في هاوزنج او محطوطه في غلاف معمول من التيتانيوم. لما جم يطلعوا الكاميرا دي لقوا ان العظم بنى على الهاوزنج ده. فمن هنا بدات السكه دي كلها، البرانش ده كله اللي هي الاستعاضه مستخدمين التيتانيوم. هم لقوا ان العظم بيحب التيتانيوم. بالظبط كده. طيب السؤال اللي جاي ده سؤال سهل جدا لان احنا متكلمين عنه، ماده دلوقتي بتحبوها جدا جدا، ليها فوائد استخداميه جباره، و زي ما بيقولوا من دقنه في تلو من الانسان. هي طبعا بي ار اف. طبعا. ايوه طبعا. ايوه سهله قوي. طبعا دي محبوبة الدكاترة، يعني اصل دي يعني سهلت كل حاجة، قصرت الوقت في كل حاجة، عملت النتائج المثالية. انا باخد من جسم البني ادم حاجة بتاعت البني ادم
بتساعد ان هو يحصل النمو التام، تساعد على نجاح الزراعيه. دي رفعت نسبه نجاح الزراعات بنسبه كبيره جدا، رفعت نسبه نجاح زراعه العظم بشكل كبير جدا. فطبعا البي ار اف دي من اساسيات طب الاسنان دلوقتي. الحقيقه انا بستمتع بحوارك جدا، حوار سلس، ومستمتع بقى ان انا جبت لك الافلام والفوازير، لان دي طلعت ملفات واضح انها بقت تبقى كتيره عندكم، ملفات عار، ملفات جريمه كامله، ملفات منسيه، ملفات مهمه جدا. وبيعجبني فيك ان انت بتحكي بقى القصه بدقه، يعني ده انت بتيجي، واعتقد في المرات الجايه بقى كل ما تيجي في ايدك جريمه تقول بقى خليها يا عم دي كده، خليها ليوم الاثنين الجاي نحكي فيها. انا عاجبني جدا شكل البرنامج بالفوازير والاسئله دي، ده بيخلي فيه حركه جامده بيننا وبين بعض يعني. لا لا ولسه رايح جاي كتير. لا لا واللي جاي احلى. لا ولو والانتروهات والحاجات اللي بتبقى في اول واحنا بنعمل بنحاول ان احنا. وعايز اقول كمان ان الاعداد ابديتد جدا، هو فاهم طبعا. انا عاجبني ان هو بيتكلم على البي ار اف. بي ار اف في دكاتره فعلا كتير ما يعرفوش يعني ايه بي ار اف. دي حاجه يعني ذا موست ريسنت استخدام البي ار اف في الزراعه. في دكاتره كتير جدا ما يعرفوش الكلام ده. فما شاء الله انت نورتنا واسعدتنا، وانا دايما بقول دائما يعني كل اسبوع وكل يوم بتثبت لي ان اسم يضع بقوه مكانه كبيره بين الكبار في عالم الاسنان. ضيف العزيز الاستاذ دكتور كريم مكادي كان في الناس الحلوه. خليكم دايما مع الناس الحلوه.